طب لو طلع ورم في الخلايا المنتجه للبرولاكتين ده، تبدا الست العاديه تلاقي فيه لبن نازل من صدرها، وممكن كمان عند الرجاله. العصب الخامس ده تخيل بقى ان ده الم قد يؤدي الى انتحار لو المنطقه دي طلع فيها ورم. تلاقي شخص ديسنت جدا ومحترم جدا بدا ان هو يشتم الناس في الشارع. مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ميديكا زوم بودكاست، البرنامج الطبي الاول والاكبر في مصر والوطن العربي. منظمة الصحة العالمية بتقول إن أزمات الصداع أو اضطرابات الصداع واحدة من ضمن أكبر الحاجات اللي بتصيب الجهاز العصبي، وكمان بتقول إن في واحد من كل 20 شخص في العالم بيجيله صداع. الغريب بقى والمهم برضه والخطير في نفس الوقت إن في ناس كتيرة بتهمل الصداع وتعتبر إنه أمر عادي، وما بيكونوش مدركين إن ده ممكن يكون عرض لمشكلة تانية أكبر. إيه الصداع؟ وإيه أنواعه؟ وإيه مشاكله؟ البعبع اللي بيهددنا كلنا؟ كل الأمور دي وأكتر هنتكلم عنها ونسأل فيها مع دكتورنا اللي مشرفنا أحمد زهران، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. بنرحب بيك وأهلا بيك في ميديكا زوم بودكاست. أهلا يا أحمد، إزيك؟ في البداية بقى أنا عايز أعرف منك بشكل مبسط كده، أصلا يعني إيه صداع؟ وإمتى أقول اللي بيحصل لي ده صداع؟ الصداع ببساطة هو معناه ألم في منطقة الرأس، ألم في شكلها بس. ألم في منطقة الرأس. طبعا احنا عارفين اوقات الصداع ممكن يجيلي في نص وشي اليمين، يجيلي في عيني، فانا عايز اعرف ايه انواع الصداع المتعرف عليها العادية. تمام، يعني احنا اتفقنا الاول ان الصداع معناه ان في وجع في الرأس، في ألم. كويس، اسبابه ايه بقى؟ ده حوار كبير جدا عشان تعرف اسبابه، لكن ممكن نتكلم على اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل لك صداع. رقم واحد حاجة بنسميها الصداع التوتري. التوتر توتري يعني انت طول اليوم في الشغل، مركز في الكمبيوتر، مركز في الموبايل طول اليوم، فبيبدأ يحصل إجهاد لعضلات فروة الرأس وعضلات العين من كتر التركيز والكلام ده، فيبدأ يحصل تقلص في العضلات دي، فتحس إن في زي كأن في برنيطة مقرطة على رأسك دي حقيقة. تحس إن هو أنا مش قادر أستحمل، خلاص عايز أرتاح. صعب جدا. ده أشهر أنواع الصداع، وده صداع حميد جدا وما يخضش، ده طبيعي جدا من الإجهاد، بمجرد إن أنت هتروح تنام بالكتير قوي تاخد قرص باراسيتامول ولا حاجة، هتلاقي نفسك إن الصداع ده بإذن الله تاني يوم خف تماما وراح. وده حتى لو اتكرر كل يوم، بالذات في الأوقات اللي بيكون فيها مجهود كتير يعني، ده شيء طبيعي. ده اللي هو الصداع التوتري. الصداع التوتري اللي هو نتيجة الإجهاد. الإجهاد ماشي. التركيز، حركات او حركات العين الكتير مع التركيز، اجهاد لعضلات العين، مسكة التليفون، طبعا مسكة الموبايل كتير، قاعدة اللابتوب كتير، الناس بتشتغل في شركات او اشتغل في بنوك والكلام ده، قاعد معظم الوقت مركز جدا في الحسابات ودماغه شغاله، ففي اجهاد جامد في القصه عموما. بالظبط كده، ماشي. ده اول نوع واللي هو ده مش خطير، ده ممكن ده مجرد هيرتاح هياخد باراسيتامول هيبقى كويس. ده اللي هو الايه، صداع التوتر. تمام. في صداعات تانية، مثلا واحد عنده ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده يعمل لك صداع بشكل معين كده، عامل زي النبضات كده، بس بيكون في الخلف مؤخرة الرأس من ورا. الدم هو داخل ناحية الجمجمة بيخبط جامد لأن الضغط عالي، فيجي المريض يشتكي أصلا من صداع. مكانه فين الصداع؟ في المنطقة الخلفية. تعال نقيس الضغط كده، ضغط عالي، يبقى هو مشكلته الأساسية إن هو لو عالج الضغط بتاعه ده صداع يعتبر راح. يعني يعتبر يعني الصداع ده مش مرتبط ولا مقترن بالناس اللي عندها مرض الضغط، لا، هو ممكن وقت في الأوقات ضغطك عالي فجالك صداع، او ان احنا نكتشف ان انت مريض ضغط باكتشاف الصداع. فاهم الفكره ازاي؟ يعني هو جاز زيجن، هو عنده وجع في راسه، طيب تعال نحلل وجع الراس بتاعك ده، اخباره ايه؟ والله هو في مؤخره الراس وعامل زي الخبط في الراس كده من ورا. طب نفكر في ان هو نقيس الضغط بتاعه، نلاقي الضغط بتاعه عالي، فنكتشف ان هو مريض ضغط، حوله بقى لدكتور امراض القلب والضغط والكلام ده عشان يعالجه. يمكن انا اعد معاك، يعني اول مرض من الامراض اللي بينذر عنها الصداع. ايوه، ضغط الدم. تمام، برافو عليك. ارتفاع ضغط الدم، مظبوط. بعد كده طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا يكون مريض عنده التهاب في الجيوب الانفيه. كويس، في الاجواء دي ويجي لي يشتكي ان عنده صداع وسط العين كده، في المنطقه دي كده، يعني من قدام وبين العينتين، دي منطقه الانف وحواليها الجيوب الانفيه، فلما بيحصل فيها احتقان والتهاب بيحصل التهاب في العظم في المنطقه ديت، فيعمل وجع في الحته دي. ده كمان لو ضغط عليها، لو ضغط على المناطق دي كده هي بتوجعه. ده شكل مختلف من الصداع. ده بيجي لي برضه اقول لا انت مش تبعي بقى، معلش روح ليه أنف وأذن. حد تاني عنده مثلا مشكله في عينه، عنده مثلا محتاج يغير النظاره، عنده النظاره الايرورز اوف ريفراكشن اللي هو مش شايف كويس، عنده طول نظر او قصر نظر، فبيضطر ان هو يجهد عينه عشان يبص على الحاجه، يقعد يركز بقى كده عشان ايه، مش عارف يشوف كويس. ده اجهاد لعضلات العين، يروح عمله صداع، فيجي لي برضه الاقي ان هو الصداع بتاعه لي علاقه بالعين، اقول له معلش اتفضل
يعني مش لازم رمض. اكون انا لابس نظاره عشان يجي لي صداع، هو ممكن تكون ده برضو من الامور اللي بينذر عنها صداع، ان انا بالزبط. عندي ضعف نظر. اه ممكن ده بيجي بالذات في الاطفال او طفل مثلا لسه ما عرفش ان هو عنده ضعف نظر، او اهله ما خدوش بالهم ان هو مش واخد باله من السبوره مثلا او السكرين اللي قدامه، فممكن ان هو يجي بصداع، فتعرف ان هو لا ده مشكلته ان هو محتاج يلبس نظاره، مجرد هي ظبط النظاره. فانت كده بتكسكلود او بتستبعد كل الاسباب اللي هي طبيعية تعمل صداع. ممكن مثلا عنده وجع في سنانه يجي بصداع يسمع. حاجة تانية برضو شائعة جدا في البنات اللي هم لسه في بداية البلوغ والدورة الشهرية وكده، يجي لهم انيميا من لما يفقدوا دم كتير وكده، الانيميا تعمل صداع، فتيجي تلاقي ان هي بتشتكي من صداع، فتسألها السؤال اخبار البيريود ايه والدورة الشهرية اخبارها ايه، تقول انها لسه جاية تقيلة مش واخدة بالها وعندها انيميا، تعالج الانيميا الصداع بيخف. فده الاشكال الشائعة الصداع اللي هو الصداع الحميد اللي ما يقلقش العادي. كلنا ممكن الام الفقرات، الام الفقرات العنقيه بالذات بيحصل شد عضلي في العضلات بتاعت الرقبه اللي هي اصلا ماسكه في الجمجمه، فتشد على الجمجمه تحس ان في وجع في راسه من ورا، تلاقي عنده مشكله في الفقرات هي اللي مسببه له صداع برضه خلفي. وده برضه ممكن يفسر فكره الرياضيين في الجيم اوقات كتير، انا واحد من في الجيم ممكن بوسط التمرين الاقي صداع شديد جدا في دماغي لو حصل تقلصات في عضلات الرقبه بسبب انك بتستخدم اوزان كتير او اوزان جامده من غير ما تكون عامل سبورت كويس لراسك، طبعا العضلات هتشد بشكل يجي لك صداع، يجي لك صداع عضلي برضو. ده محتاج برضو علاجات للعضلات. طب قلة الاكل او كتر الاكل، انت كنت بتتكلم على نسبة الجلوكوز في الدم لو عالية او واطية برضو ممكن انها تعمل الصداع. يأثر في التركيز بتاعك ويخليك برضو ممكن تجي لك صداع. يعني غالبا حاجات كتيرة او كل حاجة اعتقد ان هي اول انذار الجسم ممكن بيدي لك يقول لك الصداع انت عندك مشكلة. تمام. ابدأ بقى شوف ايه بالظبط. صح. غير مثلا مرض زي مثلا الصداع النصفي، ده مرض الصداع النصفي ده حاجة مختلفة خالص بقى. ده مريض اسمه مريض صداع نصفي. شوف ده يعني قبل كده لما قلنا مثلا جيوب الانفيه او النظر او الضغط او الكلام ده او الشد العضلي، كل الكلام دي فيه هو الصداع سبب ثانوي، لكن الصداع النصفي هو مرض صداع، مرض بيسبب صداع. ده بيكون مشكله في الاوعيه الدمويه، مش عايز اتكلم على الموضوع بتفاصيل يعني، بس ده مشكله في الاوعيه الدمويه بيعمل صداع ليه مكان معين حوالين العين، وممكن يبقى حس ان الصداع في عينه نفسها، والصداع بيكون عباره عن نبضات. يعني ما ينفعش بقى عيني يقول لي صداع مستمر، لا هو صداع بوم بوم بوم، تحس ان في نقح في راسه كده مستفز. مستفز جدا. وده ما يعني مش علاجه الباراسيتامول، يعني ممكن حد يروح واخد له باراسيتامول لا مش هيخف، يقول لك انا باخد صداع بقاله معايا 3 4 ايام وباخد له الباراسيتامول ما بيخفش، لا لان ده ليه علاج معين، فلازم انك تروح تكشف علشان نتاكد ان هو فعلا صداع نصفي، وتاخد علاجات معينه اللي هي بتعالج المشكله الرئيسيه بتاعه الاوعيه الدمويه اللي عملت الصداع دوت، وكده الصداع بيخف. ساعتها ده بيعالج الصداع النصفي اللي هو الشكل الاعنف منه، حاجه بنسميها الصداع العنقودي، شكل عنيف جدا من الصداع النصفي. طب انا لو اتكلمت قبل ما اروح للعنقودي عشان اتكلم من اسمه كلام كده كلام تقيل. الصداع النصفي لو انا جالي صداع نصفي ومش دايم، يعني جالي مثلا مره كده في الشهر، هو الطبيعي بتاعه كده الصداع النصفي ان هو بيجي لك ممكن مره في الشهر، مره في كل 6 شهور، مره كده كل عندي مشكله. ومرض مزمن عمرك ما تخف منه، هيفضل يجي لك على طول لو انت عندك فعلا صداع نصفي. ده ممكن يكون حاجه وراثيه، يعني ممكن تلاقي عيله كامله عندهم صداع نصفي. الدكتور تلات اربع مصر بيجي لها صداع نصفي؟ لا ممكن يكونوا متشخصين مش مظبوط، يكونوا عندهم صداع توتري وفاكرين انه صداع نصفي. بس عشان تقول ان هو صداع نصفي بجد ده لازم تشخيص بالشكل اللي قلت لك عليه، بمكانه ان هو جاي ثروبينج بين او اللي هو الالم اللي هو النقح ده اللي هو زي الخبط دوت، واللي هو مش بيرتاح بالباراسيتامول العادي، لازم ياخد علاجات معينه للصداع النصفي. طب يا دكتور بقى انت وانت قاعد في العياده اكيد بيجي لك ناس كتيره بتعاني من الصداع، واكيد بتواجهك ناس مش عارفه تحدد شكل الصداع في دماغها عامل ازاي، فانت بتقعد تسالهم فايه الحل بقى في الحال ده اللي انت هو مش قادر يوصف لك الوجع ده ايه، زي ما انت كنت بتقولي من شويه وممكن يكون فاكر ان ده نصفي وهو اصلا توتري. تمام. فانت ازاي بتشخص؟ انت بتسال اول حاجه احنا بنعرف مكان الصداع، شكل الصداع، هل هو حاجه مقرطه ولا نبضات ولا حاسس بتنميل ولا حاسس بكهرباء، كهرباء في الوش زي مثلا الام العصب الخامس مثلا، في ناس تفكر انها صداع عادي وان ده شكل مختلف، لا ده ليه شكل معين من الالم، فهنسال عن مكان الالم وشكل الالم ايه، مكان وشكل الالم. يعني الصداع بتاع الجيوب الانفيه ده حاجه ضغطه في المنطقه دي، تحس ان في
ضغط جامد في المنطقة دي. صداع العين نفس الكلام، ألم في ضغط عند منطقة العين، غير صداع الشد العضلي مثلا ان في ألم مستمر ورا، غير الألم بتاع ضغط الدم في برضو خبط بس من ورا ده تبع اللي هو ارتفاع ضغط الدم، غير الصداع النصفي اللي بيحدد لي مكانه بالظبط، يبقى مش قادر يبص للضوء، مش قادر يبص، مش قادر يستحمل اي صوت عالي، يبقى عايز يقعد في اوضه ضلمه هاديه كده ويربط راسه بالقمطه الشريره ديت علشان يحاول يقلل شويه من النبضات اللي بتخبط في المنطقه ديت. فده بيكون يعني ده بيساعدني في التشخيص. طب انا هنتقل بقى للنقطتين انت قلتهم، انا حسيتهم ان هم كبار جدا، فانا من حضرتك ان انت بسطتهم لي. اول حاجه عشان خاطر دي لفتت انتباهي، الصداع العنقودي. العنقودي دي كلمه تقيله شويه، اسمه كلاستر هيدك. هو ده شكل عنيف من الصداع النصفي، بيكون بيجي موسمي، حاجه غريبه جدا. موسمي، تخيل بقى مثلا ممكن يقعد سنه ما يجيش ويجي لك. والله يجي لك على مثلا بدايه فصل الصيف فجاه كده، تلاقي العيان يقعد اسبوع مصدع مش عارف ان هو الصداع بتاعه يفصل، عامل زي الصداع النصفي برضه في نفس مكانه بس عنيف جدا، وبيبقى معاه ممكن بقى معاه اعراض تانية، عينه تحمر، عينه تدمع، يجي له اعراض تانية مع الصداع اللي هو النبضات اللي بتجيله ديت. وده ليه علاج يعني سريع جدا، ممكن المريض يستفيد منه لو يسمعني دلوقتي. لو جاله حاجة زي الصداع العنقودي يروح اقرب استقبال طوارئ في اي مستشفى وياخد اكسجين، ماسك اكسجين، فورا يروح موقف الصداع ده. يعني الصداع ده بيبقى نتيجة ان الاكسجين ما بيوصلش؟ لا لا، هو الصداع ده بيكون سببه الاوعية الدموية بتبقى فيها دايلاتيشن، بتبقى واسعة وسعت لوحدها كده، فبدأ ضربات القلب تخبط جامد. فالاكسجين من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيقفل الاوعية الدموية شوية. لما المخ بيجيله ده كلام كبير بقى، ده كلام كبير بس كلام مهم. لا انا مهتم. لما المخ بيجيله اكسجين اكتر من اللي هو عايزه بيبعت اشارات للاوعيه الدمويه انها تقفل، انا مش عايز اكتر من كده، اقفل لي بقى. لو احنا بنستفيد بقى بالايه بالمعلومه دي، طب احنا نضحك على المخ بقى، نروح مدينه شويه اكسجين زياده، بيروح هو بنفسه قافل الاوعيه الدمويه اللي هي هو كانت واسعه دي، اوتوماتيكلي ان هو كده مش عايز اكسجين كتير كده، اقفل لي يا ابني الاوعيه الدمويه دي، فروح قافلها. فاحنا نستفيد ان هو لما يقفلها ترجع طبيعيه والصداع بيخف ويرجع تاني. ايوه بس انت قلت لي ان هو موسمي، الموسمي ده بيجي كل موسم. بالظبط. فهو العيان بعد كده بيعرف، يعني انا بنقول له ان ده انت عندك كلاستر هيدك، هو يعمل نفسه بقى يروح ايه اول ما يجي له صداع، سلام عليكم رايح خد الماسك الاكسجين بتاعي، وبعد كده ياخد بقى العلاجات العاديه بتاع الصداع النصفي بقى. ده الصداع العنقودي. انت لما نيجي نتكلم بقى عن حاجه هي مهمه جدا وشوفها صعبه جدا، لان هي لما بتصيب اي حد يعني بيعاني من مشاكل كتير، العصب الخامس. ده بقى ويدخل في السنان. العصب الخامس ده تخيل بقى ان ده الم قد يؤدي الى انتحار، يعني ممكن العيان من كتر الألم بتاع العصب الخامس ده فعلا يقبل على الانتحار، مش قادر أعيش حياتي بالألم ده. ألم بقى صاعقة كهربية، مش وجع بقى ولا نقح ولا شد، لا صاعقة كهربية، كأن في واحد ماسك سكينة أو سلك كهرباء ورزعه في وشك. كويس. بياخد بقى يا إما ياخد المنطقة اللي فوق أو الجزء اللي في النص بتاع الخد دوت أو من تحت أو التلاتة، بس في الأغلب بيكون الجزء الوسطاني أو التحتاني، وبيجي على هيئه نوبات، يعني بين النوبه والنوبه. المريض بيبقى كويس جدا، فجاه تلاقي فيه كهربا جامده جدا، بس ايه ناحيه واحده بس، يعني العيان يجي يشتكي ان هو النص اليمين بس هو اللي تعبان او نص الشمال بس هو اللي تعبان، ما ينفعش الاثنين. في الاغلب 99% من الحالات لازم ناحيه واحده بس عشان نشخص ان هو فعلا عصب خامس. عندك عصب خامس يمين وعصب خامس شمال، في الاغلب لما يحصل فيه التهاب بيبقى في واحد بس. واحد بس. فيجي النص وشه ده مش قادر بقى ياكل، مش قادر ان هو يتعرض لاي هواء، يعني مش قادر يحلق دقنه، مش قادر يلمس المنطقه دي اصلا، لو جه شويه هواء عليه او يغسل وشه مش قادر يغسل وشه من كتر ايوه خايف يلمس المنطقه ديت علشان ما يجيلوش النوبه العنيفه بتاعه العصب الخامس ديت. في ناس بتروح لدكاتره الاسنان وفاكره ان مشكله الالم بتاع العصب الخامس ده من ايه؟ درس. من الدرس. فتلاقي مثلا خلالك درسين ثلاثه لحد ما ينتبه ان المشكله مش في الدروس، هو ما عندوش مشاكل في الدروس، ده مشكلته في العصب الخامس اللي هو بيغذي الاحساس في منطقه الوجه كلها. فلما يكتشف بعد كده يلاقي ان العلاج بتاعها بسيط، بس هو ما عرفش يشخصها مظبوط. يعني فكره في التشخيص. طبعا. انت لو مشيت مع العصب الخامس ده النص ده وقعدت تديله بنادول من هنا للسنه الجايه مش هيخف. ليه علاج معين. في علاج معين. طبعا لعلاج العصب الخامس. اسبابه اصلا ايه؟ اسباب ممكن التهاب عادي، وساعات بيكون في العصب الخامس ده بيخرج من جذع المخ. كلام كبير ولا لا؟ لا لا مش كلام مهم، لان انا طيب. بشوف ناس كتير بتعاني. هقول لك، العصب الخامس ده بيخرج من جذع المخ، دي منطقه في المخ كده بيخرج منها العصب الخامس. ساعات بيكون في شريان كده ماشي جنبه، وده طبيعي ان هو بيكون ماشي جنبه. اللي عندهم عصب خامس بقى بيكون عندهم الشريان ده سخيف شويه لازق في العصب،
لازق في العصب ومحوطه. فمع نبضات القلب كل فالشريان يقعد يخبط في العصب فيسمع، فالمخ يقول لك ده في حد بيخبط في الوش في المنطقه دي. المخ ملوش دعوه، المخ بيجي له نبضه كهربيه بيترجمها. فهو مش واخد باله بقى هل النبضه دي في الوش ولا عند العصب من عند الشريان، فالمخ يقول لك انا ماليش فيه، في مشكله في كهربا في الحته دي، فاهم؟ هو دي المخ بيشتغل كده. فهو بقى بيفهم ان هو ده في مشكله في الشريان في العصب وخلاص، فيبدا ياخد اكشن. بيجي له بقى الالم بقى على هيئه نوبات زي ما قلت. ما بين النوبه والنوبه العيان كويس جدا، بس العيان فيه بيوصلوا المراحل ان هو النوبه على طول مستمره، يعني كل ساعه تجي له 3 4 5 مرات يبقى قاعد يصوت. طب ودي علاج على فكره بسيط، يعني في دواء معين لازم ناخده، لو عيان خده خلاص بيخف ظبط كل حاجه، بس هو التشخيص بس يتشخص مظبوط ويعرف ان اللي عنده ده عصب خامس. مش مجرد صداع عادي، مش مشكله في درسك، ده عصب خامس، هياخد علاج هيخف تماما. ولو ما خفش بالعلاج في طرق تانية طبعا للعلاجات ممكن العلاج فيها. طيب انا اعتقد برغم برضو ان احنا عندنا انواع صعبه احنا ذكرناها للصداع والمها بيبقى صعب جدا، ولكن هننتقل للنقطه الاصعب والاصعب على الاطلاق، واللي فيها بيبقى الصداع بينذر عن كارثه قد تؤدي الى مشاكل لا قدر الله اكبر تمام. واكبر، وهي فكره الاورام اللي بتتواجد في المخ. تمام، فامتى صداع ينذر عن هذه الكارثه؟ كويس، بص اول حاجه مش اي حد يجيله صداع يخش على جوجل فيقول انه عنده ورم في المخ. نسبه قليله جدا 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 من الناس بيجيلهم صداع هم اللي بيكونوا وصلوا للمرحله، او يعني يكون الصداع ده صداع منذر بحاجه ممكن يكون ورم في المخ، بعد اشاره عن اي حد يعني. بس في نوع معين من الصداع لازم الناس تكون عارفاه كويس، وانا دايما بتكلم عنه، اسمه صداع ارتفاع ضغط المخ. المخ ده عباره عن ايه؟ ماده جيلاتينيه كده محبوسه جوه الجمجمه. ربنا حامي المخ ده عشان هو حاجه دلكت جدا وحساسه جدا، فالمخ حاميها جوه الجمجمه، هي محبوسه جوه الجمجمه. فلو اي حاجه زودت الضغط جوه الجمجمه المخ ده هيبدا ان هو يعتصر، يبدا ان هو يتخنق. فده بيجي بشكل معين من الصداع اللي بنسميه الصداع ارتفاع ضغط المخ، اللي هو increased intracranial tension. مش ضغط الدم، مش ضغط الدم، ضغط المخ، ضغط المخ جوه الجمجمه بقى عالي. ايه اللي موجود جوه الجمجمه؟ المخ، شويه دم وشويه سائل نخاعي، هو ده الطبيعي بس موجود جوه الجمجمه. اي حاجه تانية هتيجي هنا هتزود ضغط ضغط المخ، خلاص هو ده المفروض يكون موجود. ايه اللي ممكن يجي تاني؟ حلو بقى، ممكن يحصل مثلا استسقاء في المخ، حاجه ده مرض كده بيحصل استسقاء. تجمع للميه اللي هو السائل النخاعي يتجمع جوه المخ. فيبدا ان هو يتجمع فيعمل لك ضغط جوه المخ، يزود ضغط المخ. ممكن عيان يجي له نزيف، فده دم خرج من المكان الطبيعي بتاعه واتجمع ككتله كده، زود ضغط المخ. ممكن يجي له ورم، بعد شر اي حد ورم ده كتله المفروض ما تكونش موجوده هنا واتجمعت وعملت لي صداع برضو اللي هو ارتفاع ضغط المخ. ايه بقى اعراض صداع ارتفاع ضغط المخ بقى؟ اولا مكان الصداع، الصداع بيكون غالبا في مقدمه الراس، فرونتال هيدك. صداع يزيد لما توطي لقدام وانت بتركع او بتسجد مثلا او بتوطي لتحت، تلاقي الصداع زاد. اوكي، الصداع ده يصحيك من النوم، يعني مثلا زي ما قلنا الصداع التوتري، الصداع النصفي على فكره برضو، لما تنام ترتاح. يعني النوم يريحك يخليك تقوم احسن. صداع ضغط المخ العكس، انت لما تنام بتعرفش تنام، تيجي تنام وتفرد جسمك كده الصداع بيزيد لدرجه ان هو يصحيك من النوم، يبقى باعلى وقت فيه الصبح بدري يصحيك من النوم. يبقى هو صداع في مقدمه الراس يزيد لما توطي لقدام، ممكن يصحيك من النوم، معاه زغلله في الرؤيه من كتر ما الضغط بيبقى عالي، بيحصل ضغط على العصب البصري، فتلاقي ان انت في يجي لك حاجه اسمها ارتشاح في العصب البصري كده، مش شايف كويس، تلاقي الصوره مغبشه قدامك. وممكن كمان يكون مصاحب بقيء، رغبه في القيء، انت فوميتنج، تلاقي العيان او يحس ان هو عايز يتقيء يعني، او يتقيء فعلا ويقول لك ان بعد الفوميتنج انا برتاح، يحس ان هو الدنيا عنده ارتاح. ده شكل معين من الصداع. اي عيان بيجي لي انا بصراحه، بالنسبه انا راجل جراح مخ واعصاب، فانا غالبا بتعامل مع الحالات اللي هي قد لا قدر الله تحتاج جراحه زي الاورام وكده. فانا اي عيان بيجي لي عنده صداع بتاكد لو ان هو مش صداع بقى نصفي ولا توتري ولا جيوب انفيه ولا كده، وبعد كده بساله سؤالين مهمين جدا. الصداع ده بيصحيك من النوم؟ هل الصداع ده ولا بيتحسن بالنوم؟ لو قال لي انا بنام برتاح، خلاص انت بعدت عن الخطر. لكن بيصحيه من النوم دي مهمه. هل بيجي لك رغبه في القيء؟ او بيجي لك قيء فعلا، او قيء بيريحك؟ هل في زغلله في الرؤيه؟ نسال الاسئله دي علشان عايز استبعد الصداع بتاع ارتفاع ضغط المخ. لو بقى عيان جه اشتكى من صداع ارتفاع ضغط المخ، لا ده هنا بقى انت تجيلي لازم ان احنا نبدا فيردر انفستيجيشنز بقى، لازم ندور على نعمل فحوصات واشعاعات علشان نعرف ليه ضغط المخ عالي.
يعني نعمل بقى فكره ان هو يتم تشخيصه على انه صداع ارتفاع ضغط المخ ده برضو مش لسه لحد دلوقتي ما وصلناش ندور. لا طبعا لسه في اسباب كتير. يعني في مثلا مرض اسمه ارتفاع الحميد في ضغط المخ، اسمه كده الارتفاع الحميد في ضغط المخ، بيراني كريز انتركرين تنشن، بيبقى غالبا سيده من 20 40 سنه اللي هي فتره الخصوبه، بنسميها الفيرتايل بيريد بتاع الستات، من 20 40 سنه بتيجي تشتكي من اعراض صداع اللي انت لما تسالها تعرف ان هو صداع ارتفاع ضغط المخ، اللي هو في مقدمه الراس، بيزيد لما تطير قدام، صحيه من النوم، بس انت حافظت القصه وبعدين تعملها اشعه تلاقي مفيش حاجه. عشان كده بيسموه صداع ارتفاع حميد، ان هو مفيش حاجه خبيثه في المخ يعني. وديت بيكون عندها ارتفاع في ضغط المخ لاسباب في حاجه كتير احنا لسه مش عارفينها، وديت ليها علاجات برضو، ممكن انها تعمل حاجه اسمها بذل للسائل النخاعي، نحاول نقلل كميه السائل النخاعي في المخ فيقلل الضغط شويه، وممكن تحتاج في الاخر انها تركب صمامات، وفي منها حالات بتتعالج بعلاجات ادويه وبتخف جدا يعني. بس ده صداع ارتفاع ضغط المخ لازم تشخصه مظبوط عشان تعرف تعالجه. لازم تعرف ان ده صداع ارتفاع ضغط المخ وتتاكد ان هو ما فيش حاجه خبيثه، فهو صداع حميد ارتفاع حميد، وبنقدر ان احنا نعالجه بالادويه او باللي هو التدخلات البسيطه سواء البذل او تركيب صمام علشان يقلل ضغط المخ. ده شكل. او بقى لا قدر الله انك تعمل اشعاعات وتلاقي ان في بقى ايه، ورم. ورم في المخ. ايه بقى ساعتها بقى اللي ممكن يحصل؟ ما اقول لك بقى، الورم في المخ ده اولا افضل اشعه لتشخيص اورام المخ هي الرنين المغناطيسي اللي بالصبغة. اللي بالصبغة. يعني الأشعة العادية طبعا ما لهاش لازمة، الأشعة المقطعية ضعيفة جدا في التشخيص، يعني ممكن بعض الورم لكن مش أساسا. لكن عايز أشخص ورم في المخ وأعرف نوعه إيه، شكله إيه، مكانه إيه، الكلام ده، الرنين المغناطيسي اللي بالصبغة، MRI brain with contrast. هو ده اللي كويس حدد. بالزبط. طب بقى هل في غير الصداع اعراض تانية ممكن من خلالها يعرف ان هو عنده لا قدر الله ورم، او يشك بقى او يشك ورم. طبعا الصداع عرض مهم جدا ان في يعني حاجه موجوده في المخ، طبعا تعمل صداع يعني، لكن في اعراض على حسب مكان الورم. المخ ده ربنا مصممه كده سبحانه وتعالى، كل منطقه في المخ ليها وظيفه. كويس. يعني مثلا منطقه الفرونتال لوب او الفص الامامي ده في منطقه الاخلاق. الاخلاق. شوف بقى ازاي الحاجات اللي انت تربيت عليها، ده صح ده غلط، ده حلال ده حرام كده. لو المنطقه دي طلع فيها ورم، تلاقي شخص ديسنت جدا ومحترم جدا بدا ان هو يشتم الناس في الشارع، اخلاقه تتغير اصلا. تخيل ده ممكن يكون عرض لحاجه زي كده. ناس كتير اعرفها بقى عندها ورم كده. لا بعد الشر. لا ممكن مش لازم يكون ورم، ممكن يكون حاجات تانية عنده، التهابات عنده اهو بقى، يعني اصدقاء السوء بقى، دي حاجه تانية. لا بس انا بتكلم ان فعلا ده ممكن يحصل. الاهل العيان والعيان ما ياخدوش بالهم. بس انا لما اشوف العيان بسال اهله، هو تصرفاته اتغيرت الفتره اللي فاتت؟ بقى بيشتم، بقى متعصب اكتر، يقول لك ده فعلا، ده انت ايه ده عرفت ازاي؟ علشان انا عارف ان هو الورم طالع في منطقه لها علاقه بالاخلاق، اللي هي متخزن فيها الاخلاق. ممكن مثلا ورم يطلع جنب منطقه الحركه، تلاقي ان ايده بقت تتقل، رجله بقت تتقل، مش عارف يتكلم كويس، او طلعت عند منطقه اللغه اللي متخزن فيها اللغه، تلاقي فجاه ان هو مش عارف يتكلم معك، مش عارف يجيب الكلمه، كانك انت فجاه صحيت لقيت نفسك في الصين كده، ولا انت عارف تفهم اللي بيتكلم معك، ولا انت لان انت ما عندكش اللغه بتاعتهم. فهو لو طلع ورم في منطقه اللغه هينسى كل اللغه اللي هو اتعلمها، فتلاقي ان هو مش قادر يتواصل معك بالكلام. مشاور بس يعني. ممكن يطلع ورم عند منطقه الابصار، تلاقي ان في زي غيامه كده في الايه، في عينه، هو مش شايف، مشكله مش في عينه، مشكله في منطقه الابصار في المخ اللي بتستقبل الاشارات من العين وبترجمها على هيئه صوره. لما يطلع فيها ورم يبقى تاثير، ده بنسميه لوكاليزيشن، ده بيساعدنا على تحديد مكان الورم، هل هو قدام ولا ورا، على حسب مكان الورم في المخ بيكون الاعراض بتاعته. يبقى الموضوع مش مجرد صداع، ده ممكن يكون كمان طبعا ممكن صداع يجي لك في مكان الورم، يعني مثلا ممكن صداع يجي له في المنطقه دي غير صداع ارتفاع ضغط المخ. صداع لوكاليزد شويه، ان هو مثلا الورم ضغط جامد والجمجمه اتاثرت، فبدا يجي له وجع هنا او وجع هنا او وجع هنا. كويس. بس غالبا بيكون معاها برضو صداع ارتفاع ضغط المخ زائد لوكاليزيشن اللي هو على حسب مكانه يعمل تاثير. زائد الحاجه الثانيه المهمه، ان المخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا شغاله مع بعض كده في تواصل مع بعض عن طريق ايه؟ عن طريق الكهرباء. المخ ده بيتواصل مع بعضه عن طريق الكهرباء عشان كل حاجه بسرعه، عشان الكهرباء سريعه. لما بيحصل ورم في المخ بيبدا ان هو ياثر على القشره المخيه دي، يستفزها، فيبدا ان يحصل ايه؟ صرع، يبدا يجي له نوبه تشنجات. لو اي شخص ادلت بالغ يعني اول مره يجي له نوبه صرع في حياته، هو مش مريض صرع اصلا، اول حاجه لازم تفكر فيها ان في ورم في المخ. اي مريض جاله صرع لاول مره في حياته
وهو ما كانش مريض صرع قبل كده لازم يعمل رنين مغناطيسي بالصبغه على المخ لاستبعاد ان هو عنده ايه ورم في المخ. دي التلات اعراض المهمه اللي ممكن نقول ان لو كانوا مجتمعين او حصلوا بالشكل دوت ممكن ساعتها بقى نشك ان في ورم في المخ ونمشي في سكه الايه الانفستيجيشنز او الاشعاعات اللي احنا نشخص بيها. الصداع خصوصا ارتفاع ضغط المخ، الحاجات اللوكاليزيشن على حسب هو مكانه فين، وثلاثة الصرع اللي هو التشنجات اللي بتيجي لأول مرة. مهم. طب أنا عايز أسأل وفضولي صراحة، الورم ذات نفسه ليه بيجي ورم في المخ؟ هو الورم ده كتلة، هو بيبقى فيها أسباب كتير طبعا، في حاجات بتبقى مثلا وراثية، في حاجات مشكلة في الجينات، في طفرات جينية بتحصل. يعني الفكرة إن التكاثر بتاع الخلايا ده شيء طبيعي، إن ممكن خلايا تتكاثر عادي جدا، بس في نظام ربنا حطه للخلايا ديت إنها تتكاثر لحد ما بالعدد اللي هو يعمل وظيفة معينة. الورم ده ان الخلايا دي قررت انها تتجنن بقى وتخالف القانون الطبيعي، فتبدا انها بدل ما تتكاثر انها تعمل مثلا 10 خلايا لا تعمل 100 خلايا براحتي بقى براحتها. فقدنا السيطره عليها والجهاز المناعي فقد السيطره عليها انها تمنع من التكاثر بتاعها. وده ممكن التعرض للاشعاع يعمل الكلام دوت، ممكن وحاجات جينيه كتير، حاجات كتير طبعا تسبب الكلام ده. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا واعتقد برضو ان هي منتشره وانت قلت لي فيها تفاصيل كتيره جدا، وهي الغدد النخاميه او اورام الغدد النخاميه. هي غده واحده، هي غده واحده اسمها غده النخاميه مش غدد. دي غده واحده، هي غده موجوده في المخ في قاع جمجمه كده. كويس، قاع جمجمه هي قد زيتونه صغيره جدا. بس دي بتتحكم في كل هرمونات الجسم. سبحان الله. بتتحكم بقى في الايه، الدوره الشهريه عند المراه. الغدة النخامية هي اللي بتبدأها وهي اللي بتظبطها انها تكون منتظمة كل شهر. بتتحكم في الغدد التانية زي الغدة الدرقية والغدة الكظرية وكل غدد على الجسم مين بيتحكم فيها الغدة النخامية دي. فالغدة النخامية دي لو طلع فيها ورم بيحصل مشكلتين، اول حاجة لخبطة في الهرمونات، يا اما الهرمونات دي ما تطلعش اصلا فيحصل نقص في الهرمونات ديت، او انها تطلع بزيادة فيبقى مشكلة اكبر. مشكلة تانية ان في هرمون طالع احنا مش عايزين الهرمون ده يبقى بالكمية الكبيرة دي. مثلا ممكن بيجي مثلا نكتشفه ازاي، بنت الدورة اخرت عليها. ليه الدورة ما جاتش في الميعاد المناسب؟ تروح تكشف تلاقي ان في عندها نقص في الهرمونات بتاعة الغدة النخامية اللي هي بتتحكم في الدورة، فيعمل اشعة المخ يلاقي فيه ورم في النخامية. او مثلا ممكن ان واحدة كانت الدورة عندها منتظمة جدا فجأة بدأت انها تقطع. نفس الكلام ولو راجل هقول لك حاضر اصبر عليا بس. طيب في حاجه تانية، ان في هرمون بيطلع مثلا من الغده النخاميه ديت، هرمون النمو ده بيطلع عند الاطفال، المفروض في الاطفال بيطلع هرمون النمو دوت علشان الطفل ينمو بشكل صحيح. طيب لو هرمون النمو ده ما طلعش يحصل ايه؟ الطفل يبقى قصير ما ينموش خالص. حاله التقزم؟ لا مش هتكلم عن التقزم، ده حاجه مختلفه. بس ده بيبقى النمو بتاعه بطيء او يبقى اقصر من الطبيعي بتاعه. طب لو الهرمون ده طلع بزياده قوي، تضخم، عارف اشرف بتاع كبير قوي، ايوه ده وش يعني مش طبعا مش عايز اتكلم عشان شخص تاني يعني، بس طبعا في مشكله في الغده النخاميه ان هو عنده تضخم جامد في جسمه، واضح ان هرمون النمو عنده كتير قوي بيطلع بكميه كبيره فاصبح بضخامه شديده. دي في هرمون تاني برضو مهم اسمه برولاكتين، ده هرمون اللبن، ده بيفضل على طول ما بيطلعش الا في حاله ان الست ولدت وهتبدا انها ترضع. شوف بقى عند الراجل وعند الست ما بيطلعش، بيطلع بنسبة قليلة جدا بس هو موجود في موجود بتطلع الغدة النخامية. المفروض ان هو يطلع امتى؟ يطلع لما الست تولد وتبدأ ترضع بس. غير كده هو انهبتد، هو ممنوع انه يطلع. طب لو طلع ورم في الخلايا المنتجة للبرولاكتين ده، تبدأ الست العادية تلاقي فيه لبن نازل من صدرها وهي مش والدة، مش والدة ولا بترضع ولا حاجة، ممكن تكونش متجوزة اصلا. وممكن كمان عند الرجالة لو البرولاكتين ده طلع يبقى فيه عندهم تأثير على عجز جنسي، ده ممكن يكون سبب منه. طبعاً. ممكن يحصل له بقى أعراض تصل إنه ممكن إن هو لبن ينزل منه، ينزل من الثدي، من الثدي بتاع الراجل. بس دي طبعا نادرة شوية بس هي ده ممكن تحصل. الطب بيقول لأن ده هرمون البرولاكتين، ما هو هرمون اللبن بيخلي الغدد بتاعة اللبن هي تصنع اللبن وتبدأ تفرزه كأن الست والدة. ده بيطلع منين؟ بيطلع من الغده النخاميه. تخيل بقى لو طلع ورم بقى في الحاجات ديت، يبدا ان الهرمونات تتلخبط، يا اما ما تفرزش خالص فيحصل نقص في كل الكلام ده ولخبطه في كل الحاجات ديت، يا اما او يفرز بزياده فيحصل برضو لخبطه. كل ده بيعملوا حاجه قد الزيتون. سبحان الله. حاجه تانية، الغده ديت قريبه من العصب البصري. كويس، فلو الورم ده كبر هيحصل ايه؟ هتاثر على هيأثر على العصب البصري، هيأثر على مجال الابصار، بالذات المجال الخارجي للابصار.
فتلاقي العين وهو ماشي ممكن يخبط في اللي جنبه، هو مش شايفه لانه خرج بره مجال ابصاره، كانه هو شايف انبوبه كده مش شايف كل المجال الكبير. نفس رؤيه الابصار بتاعه الحصان مثلا، ما شايف كده، شايف تيوبولر فيجن، شايف انبوبه كده، انت مش شايف اللي على الجنبين. فده ممكن يكون بسبب ضغط على العصب البصري. فهو بص ده برضو شكل من اشكال اللوكاليزيشن. فاكر لما قلت لك الورم يجي لك بصداع ويجي لك باللوكاليزيشن، او ورم الغده النخاميه اللوكاليزيشن بتاعها لخبطه الهرمونات والتاثير على مجال الابصار غير الصداع طبعا. التاثير على مجال الابصار. طيب الغده النخاميه دي يعني اعتقد ان الاعراض بتاعتها واضحه جدا جدا جدا, جداً. اه وعلاج بقى ايه في الغده النخاميه؟ شوف الورم اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع اللبن ده اللي هو البرولاكتين ده. ده من احلى الاورام بتاع الغده النخاميه، لان هو بيستجيب للدواء. هقول لك ليه بيستجيب للدواء. بيستجيب في دواء معين يتاخد لورم البرولاكتينوما ده اللي هو الورم بتاع البرولاكتين ده، يموت الورم فورا، دواء ولا جراحه ولا اي حاجه. دواء ممكن ان هو يرجع للراجل الخصوبه ويرجع للست الدوره مظبوطه ويرجع الابصار لو كان حصل تاثير بدواء ريستارت للجهاز خلاص كله يرجع مظبوط خلاص. الخلايا الزياده كلها اتشالت، الافراز الزياده راح، كل حاجه ترجع طبيعيه. لكن في حالات بتحتاج بقى تدخل اللي هو مثلا انت مش قادر ان انت الورم حجمه كبير، بالذات لو اثر جامد على العصب البصري او عمل مشاكل في الهرمونات. هرمونات الغده الكظريه مثلا بتطلع هرمون الكورتيزون. ده لو طلع بزياده يبدا المريض يحصل له تغير في جسمه، وزنه يزيد بقى ويتخن بالظبط، يجي له ضغط وسكر ومشاكل في القلب، فلازم الهرمون ده يقف. ما ينفعش ان احنا نسيبه كده. اكتئاب وقصه يخش في مشاكل، يعني دي اقل مشكله الاكتئاب، لان هو هيخش في مشاكل جسمه كله بيتدمر فيها، فلازم ان احنا نوقف الورم ده. مفيش علاج حقيقي للمواضيع ديت الا الجراحه. والجراحه دلوقتي الدنيا اتطورت، يعني مفيش هفتح بقى المخ واخش جوه، لا ده في منظار دلوقتي ممكن بالاندوسكوب نخش المناخير، بنوصل من فتحه الانف نوصل لحد منطقه الغده النخاميه ونشيل الورم ونطلع، مفيش جرح مفيش اي حاجه خالص بالظبط. فالموضوع الدنيا اتطورت جدا. كذلك لما اتكلم مثلا على جراحات المخ برضو الدنيا اتطورت جدا. بقى في اجهزه متطوره تقدر انها تعمل لك لوكاليزيشن بالظبط المكان الورم فين، وتبدا ان انت تفتح فتحه على قد المكان بالظبط، مينيمال انفيزيف سيرجري، تخش فتحه صغيره على لوكاليز على مكان الورم وتخش تشيل الورم. وهو كمان يقول لك انت شلت كله ولا لسه ما شلتوش كله، بيبقى فيه زي 3 دي ريكونستراكشن كده للورم جوه المخ، حاجه اسمها نيورو نافيجيشن. ده تطور جدا طبعا، تحس انك بتلعب فيديو جيم، ان انت داخل وبتشيل بقى ايه الجزء ده، طب تشال الجزء ده لحد ما تتاكد ان هو كله اتشال، علشان ساعات بتبقى فيه اورام متوغله جوه نسيج المخ. فانت مش عارف بقى انت ده ورم ده ولا مخ ولا ايه ولا انت ايه. فالاجهزه دي بتساعدك فعلا ان انت تعمل very well localized surgery، ان انت تعمل جراحه دقيقه جدا تشيل معظم الكتله بتاعه الورم او كلها من غير ما تاذي نسيج المخ الحقيقي. يمكن الموضوع بالنسبه لي فيه حاجه جات لي دلوقتي مش عارف هي كوميديا ولا هو ده التطور الطبيعي، ان انا لما جيت ادور ورا الصداع لقيت ان زمان جدا جدا في العصور ما قبل التاريخ زي ما بيقولوا كان بيتم معالجه الصداع عن طريق خرم في المخ. بيسقبوا يعملوا صخب في الجمجمه عشان يفك الضغط عن الجمجمه. وكان ده علاج علشان الصداع. هدف ده لو الصداع كان ارتفاع ضغط المخ فعلا وبيخف، وتم اكتشاف مجموعه كبيره جدا من الاماكن المسقوبه. عارف الجراحه بتاعت الغده النخاميه دي بالمنظار ديت، عارف مين اول حد قال الموضوع ده؟ قدماء المصريين. في حاجات موجوده ان هما كانوا بيعملوا التحنيط عايزين يشيلوا المخ من غير ما يغيروا الستراكشر بتاع الجمجمه بتاع الملك او بتاع الشخص المتوفي يعني، فكانوا يخشوا المناخير ويعملوا الفتحه اللي احنا بنعملها دلوقتي عشان نعمل فيها ورم الغده النخاميه. يا الهي عملوها وكانوا بيشفطوا المخ منها والعيان اتحنط بمحافظ على من غير جرح من غير اي حاجه، عشان الجثه تبقى بالظبط عشان الجمجمه تبقى ثابته سليمه. اوف فهم لا ده كانوا متقدمين جدا طبعا، سابقين بكتير قوي جدا. بس التطور اللي حصل النهارده بقى خلى الموضوع اسهل، ما عادش الموضوع معقد ولا ازمه. انت يعني تعرف الناس لما بيجي لها خبر عندي ورم ما دي برضو حته نهايه الدنيا. لازم اقول لك ان هو الدنيا اتطورت قوي بالنسبه لموضوع ورم المخ ده. طبعا هي حاجه تخط اي حد يقول لك ورم في المخ حاجه تخط، بس الدنيا اتطورت يعني. دايما العلم بيتطور بهدف، او احنا بالنسبه لنا احنا كجراحين مخ واعصاب احنا شايفين ان العلم بيتطور بس عشان نعرف ان احنا نشيل ورم المخ والعين يرجع لطبيعته. معظم حالات اورام المخ ان شاء الله يعني باذن الله ما عدا الاورام السرطانيه الخبيثه، معظم الحالات العاديه بالاورام المخ العين بيرجع طبيعي ما فيهاش اي مشكله، بيرجع لحياته عادي. الورم بيخش يعمل عمليه يشيل الورم ويرجع ان شاء الله يبقى زي الفل. الا طبعا الحالات، في حالات طبعا تبقى صعبه جدا يعني في اورام سرطانيه متوغله في حاجه كتيره في المخ بتبقى دي صعبه طبعا. لكن معظم بس ده مش معظم اورام المخ ان شاء الله تتشال والعين بيبقى بترجع لحياته عادي ومع التطور كل لما التطور بيحصل كل لما العيان بيبقى اكثر صحه وما يبانش عليه انه عمل ورم عمل عمليه ورم في المخ.
دكتور انت يعني اثرت لي نقطه مهمه جدا يمكن قبل ما نصور، وقلت لي العمل النفسي للمريض، التهيئه النفسيه للمريض، يعني انت مخ واعصاب وجراحه وامور، العمل النفسي انت قلت لي ان هو مهم جدا، ان انا ازاي اعرف اجيب الكلام من المريض. طب انا هقول لك حاجه، أقول معظم مرضى الصداع، واحنا بنتكلم النهارده على الصداع، مرضى نفسيين اصلا، وممكن تلاقي ان الصداع لا انا هقول لك اهو، معظم الصداع بيكون صداع نفسي لكن لا معظم الصداع في اشكال كتيره من الصداع بيكون صداع نفسي. يعني عيان بيشتكي من صداع خلاص، بيشتكي عمال يشتكي من صداع، صداع ياخد دواء ما يخفش، مش طبيعي بقى، واشعته كويسه وكل حاجه كويسه، طب هو ايه الصداع ده جه منين بقى؟ تقعد تجري وراه كده تعرف ان في مشكله، تعرف ان هو متضايق من حاجه، مش بينام كويس عشان بيفكر في حاجه، متوتر من حاجه معينه، فيبدا ان هو يجي له المرض النفسي ده على هيئه صداع، يقول لك انا حاسس ان في حرقان في راسي فظيع. ايه حرقان في راسي دي؟ مفيش حاجه العرض ده، يقول لك انا بحس بنمل ماشي في راسي كده، ده مش صداع طبيعي، ليه او عرض للصداع طبيعي، ده غالبا بيكون حاجه ايه، حاجه نفسيه، ودي حاجه لا يستهان بيها لمرضى الصداع، ان ممكن المرض النفسي او التعب النفسي او التفكير الكتير او القلق في الاخر يظهر على هيئه صداع فقط، وما يبقاش لا قدر الله حاجه، لا لا ما يبقاش حاجه خطيره، لا 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 احنا على فكره كل الكلام الخطير اللي احنا قلناه ده، ده حاجه نادره جدا، نسبه قليله جدا من العيانين اللي بيبقوا كده، انما الباقي الطبيعي العادي نصفي وتوتري وكلام كله بسيط، وخد لك برسه وقول وخلاص الدنيا تمام. تمام، دي حقيقه. دكتور انت اسعدتنا ونورتنا وافدتنا بمعلومات كتيره جدا، يمكن لو سلطنا الضوء عليها هي بتتكلم كلها على الوعي الطبي، احنا بنقول الكلام ده ودكتور بيحاول يفهمنا عشان يبقى كلنا عندنا وعي طبي، ان احنا نبقى مدركين ان اي حاجه بتحصل في الجسم بتحصل لسبب، فلازم ندور وراه ونعرف ونطمن، وده بيقلل بشكل كبير الاثار الجانبيه اللي بتيجي قدام. دكتور احمد زهران استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، احنا بنشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه. شكرا ليك يا احمد. مشاهدينا نتمنى ان احنا نكون كنا ضيوف لطاف على قلوبكم، مستنيين في حلقات ثانيه كتير في ميديكازون بودكاست، انا احمد دياب، وزي ما قلت لكم ميديكازون.